هل هناك مدارس خاصة إسلامية داخل مدينة القدس دكتور مروح؟ نعم، هناك 5 أنواع من التعليم: المدارس الأوقاف وهي تديرها السلطة، والمدارس الخاصة اللي هي الكنائس وجمعيات الخيرية فيها التحفيظ وكذا، يعني النصارى يدرسون في المدارس الخاصة، وقد يكون هناك من أبناء المسلمين مدرسون في مدارس الكنائس، ليست كلها عن النصارى. وهناك مدارس الوكالة اللي تديرها وكالة الغوث، وهذه كلها منهج تطبق المنهج السلطة الآن، اللي تمثل حوالي 50%. وهناك مدارس البلدية اللي تديرها السلطات الصهيونية، ومدارس المقاولات اللي هي تديرها كذلك أفراد نيابة عن الدولة الصهيونية. تقريبا النصف، يعني عندي إحصائية بتقول تقريبا حوالي 98,428 طالب وطالبة كانوا في 2022، تقريبا 45,500 في 146 مدرسة تأخذ المنهج الفلسطيني، والباقي حوالي تقريبا النصف، حوالي 43,000 يتلقون المنهج الصهيوني في مدارس البلدية ومدارس المقاولات.